استاذ مصباح، بكل هيدا المشهد اللي عم نشوفه، قد ايه بتقول انه ممكن فعلا لبناني يقدر يتم تحييده بزمن التسويات الكبرى، ولا لا نحن بعد ايامنا مرحله كثير صعبه الى انه ينعرف على اي بر بده يدرسها، حتى مش بس المشهد الدولي، حتى نحن المشهد عندنا بلبنان. في مثل افريقي بيقول اللي ما عنده كرسي دير منظار الطاوله بيكون محله على قائمه الطعام. نحن الشغل الفعلي لازم يكون هو انه ينعمل تحالف واسع على مستوى لبناني من قبل قوى عندها رؤيه موحده، ساعتها الناس بتمشي. اذا ما نعمل هالشيء بتنعمل التسويات بين مصالح القوى الكبرى والسياسيين اللي ناطرين تشوفوا الهوا كيف بده يمشي تعملوا اعاده انتاج لانفسهم. فهيدا كلياته انا من يعني هلا قلت لي منك من الناس المتفائلين بانه الانتخابات هي المحطه رح تبين على اساس الامور، عم تقول لي ما بعد الانتخابات رح نرجع نشوف شارع يشتعل، ويمكن قبل الانتخابات، بترجح قبل الانتخابات ممكن تلاقي بعد يصير في تحركات بالشارع؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه انه يلي عم بيطرحوه عبر الانتخابات ما رح يوصل على حل. طيب. ما رح يوصل على حل لانه بكل الاحوال في عندنا مشكل انه الدستور اللبناني غير محترم، حزب الله مسيطر على مؤسسات الدوله، والمعارضين لحزب الله بلا ما يوقفوا تيحرروا هالمؤسسات اللي هن سلموا اياها علوا السقف وبدهم يحرروا من الاحتلال الايراني، الجيش الايراني اللي بعد ما وصل، ففي شيء ضيعوا الطاسه مثل ما بيقولوا عنا بطرابلس. نحن اليوم برجع بقول لك في امور اساسيه لازم تاخذ بعين الاعتبار بهالانتخابات، خلينا نستفيد منها. مثلا انا من منطقه، ليه بدك نقبل انه يضلوا في وثائق اتصال بالمطلق بعد لليوم؟ وثائق الاتصال موجوده، اي مخبر بيقدر يقول لهم مصباح الاحدب مثلا هيدا داعشي، بفوت انا بتهمه ارهاب، بطلع من الحبس بعد ما انحبست 5 سنين وبيقولوا لي انت بريء، وبيطلع لي مذكره اسمها مذكره 303، يعني وقتها بدهم بياخذوني بيرجعوا بفوتوني وبيشغلوني مثل ما بدهم، مثل ما عم بيعملوا هلا، يجربوا يدعشنوا تيقولوا. فاذا الخطر هو من هالبيئه اللي نزلت 120 الف واحد على الشارع عم بيقولوا نحن مع الدوله والتعدديه وبدنا نضرب هالبيئه. مين كنت عم تضربي؟ عم تضربي كل الصيغه اللبنانيه اللي متبقيه اليوم. طيب وزير الداخليه وين من هذا الموضوع؟ وزير الداخلية يعني دائما تعتد المناطق بانه جبنا وزير من عنا مثلا، او انه رئيس حكومه من طرابلس وزير الداخليه، شو عم يعمل؟ من فترات طلع الصفدي وقال نحن حكومه فيها 5 من طرابلس، شو عملنا؟ 0. فاليوم مين اللي جايبه لوزير الداخليه اللي هو محترم على فكره، الناس بتحبه، ما هو مش كشخص. هيك انه ليش ولكن ما اللي جايبه الرئيس ميقاتي، فجاي على سقف الرئيس شو اسمه وزير الداخلية تابع لقلو الأجهزة. ليه ما طلب يصير في تحقيق بقصة الدعشنة اللي صارت بطرابلس؟ ليه رئيس الحكومة اللي راكد ورا القضاء عم بيهدده لما عم بيطال المصارف ما بيجي بيفتح ملفات يلي عم بتعاقب اللي عبر القضاء عم بيعاقب اولاد مدينته بطريقه؟ ليش يضلوا في 303 تيضلوا مسيطر على المجموعات المسلحه، يهددهم وقت بده يفوتهم على الحبس ويشغلوهم تيعملوا فوضى، وبكره يقولوا لهم طلعتوا انتم داعش وفوتوا على الحبس؟ هيدي معروفه. يعني بس عم بتقول رئيس الحكومه بيشغل ناس وبيقدر اليوم عم بقولها ست نانسي، انا من زمان انا مرق عندك وقايل لك اللي وزعوا سلاح وقت احداث طرابلس الحريري ومئاتي، كنت نايب قبل ما كنت نايب بس كنت عم بقولها بوقتها، وهيدا المضبوط، هيدا اللي تبين مع الوقت كله انه مضبوط، ولولا كان غير مضبوط كانوا طلعوا ردوا وقالوا افترى والى اخره، هيدا الواقع. اليوم كيف شو الفرق بين المواطن اذا بده يفتح بسطه بطرابلس بده يفلس؟ ليه؟ لأنه مطلوب من الدولة تحمي المجموعات المسلحة اللي تابعة للسياسيين اللي هن أول ضحية على فكرة، يلي عبرة بيضعضعوا الوضع الأمني بطرابلس، ما بيخلوا زبون يوصل لعنده، خذي البترون أو جبال، إذا بتفتحي بصة بتعملي ثروة لأنه بيجيك سواح والكهرباء شيء شغالة، والدولة شغلتها تحمي المواطن والمؤسسات والسواح اللي بيجوا لعنده. هيدي هالازدواجية ما عادت مقبولة، لازم ينوضع لها حد. وهلا بمرحله انتخابات المرشحين اللي ما بدهم يحكوا بهالنقاط، اللي ما بده يحكيني ب 303 بوثائق الاتصال وبيطلب انه ينفتح تحقيق على الاجهزه اللي عم تشتغل لدعشنة طرابلس تنفيذا لسياسه ايرانيه منا سياسه لبنانيه، هدول بده يسمحوا لي ما لهم عازي. طيب بس بهذا الكلام كمان المفروض المجتمع طرابلسي انه يفرض قيادات
او يفرز ممثلين عنه يحملوا هاي المطالب. يا ستي هيدي رح يرجع يروح على هذا المكان. هلا عنده فرصه سؤال. انه اليوم البعض يقول فرصه هذه المجتمعات انه يمكن تنتفض على ذاتها، انه مئات انسحب من المشهد، الحريري انسحب من المشهد، السنيورة انسحب من المشهد، وتمام سلام انسحب من المشهد، اربعتهم بمثلوا كمان كانوا نماذج مناطق عم بيصير فيها ترشيح. عم تحكي صيدا، طرابلس، بيروت، منه مزح. هيدول كانوا فهون يقدر المواطن يتحرر اذا هن طلعوا من المشهد، فيتحرر وياخذ الخيارات البديله. ليه لا؟ هيدي اللي ذكرتيهم بيمثلوا مرحله كانوا عم بينفذوا باسم تحالف السلطه اللي قائم على مبدا تحالف الاقليات، عم بينفذوا عمليا يلي قلت لك من شوي، برات الوظائف وبرات ما بعرف شو. طيب. و303 وثائق اتصال. اليوم انا جزء من هالمجتمع، اليوم بيقولوا لك مجتمعنا مضروب، انا ما درت ظهري وقلت لك هول الجماعه سيئين وانا شو بدي بشغلي طيرك طالع لبرا، لا انا جزء منه، انا كوني جزء من هالمجتمع عم ننتفض وما عم نحكي شيء جديد اليوم، عم نحكي من 20 سنه ومنا رابطينا بمركز انتخابي. فبعتقد انه في تحالف عم بيركب بطرابلس بعيدا عن الانتخابات، حيكون موجود من عيال طرابلس، من 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 شباب مرتبه. مين بيمثلك اليوم بطرابلس؟ نعم. سالتك قبل السؤال وما جاوبت. مين شو؟ مين بيمثلك كمواطن؟ كمواطن يا ستي انا حتى اشوف انا بالاخر يعني انا رح اعطيك اسماء. لواء اشرف ريفي مرشح. اللواء اشرف ريفي نازل مع القوات اللبنانيه بده يحرر لبنان من الاحتلال الايراني، وهو كان وزير عدل وبيعرف، سمعناه يتخانق مع المحكمه العسكريه، وبحين كان بيقدر يشيلها للمحكمه العسكريه، يشيل القضاة المدنيين تفرض كانت لولا بدها تضلها هيك، وهو بيسبوا لحزب الله وبينسق مع ابراهيم صفا، شو اسمه وفيق صفا. فاليوم يجي يقول لي من هدفنا من نحرر لبنان من الاحتلال الايراني، ما هيدا هدفنا بطرابلس. نحن هدفنا بطرابلس بدنا نتقاتل يعني مع اللي بيسموهم سرايا مقاومه. سرايا مقاومه هو لانه زعامات اللي هي اجت قعدت محل الشوفير وكبت مصاري للعالم، كبتهم بدهم حمايه وبدهم فرنجان، منهم اعدائنا، منهم اعداء التنين، والتنين منهم بصدد انه يجوا يكونوا مقاتلين لقوى بدها تكبر كتلتها المسيحيه بلا ما تكون بدها تعالج الوضع اللبناني. فأكيد لا، الرئيس إذا بدك فيصل كرامي، فيصل كرامي أنا بالشخصي حبيب قلبي، ولكن إذا بدنا نحكي سياسيا هو عند حزب الله يعني اليوم. بس ليش عند حزب الله؟ البعض يقول بالعكس تميز السابق فيصل كرامي، وإن كان أنت اليوم بالسلطة هيك أثرت أنت اليوم لما تكون بالسلطة. اسمح لي تمام فوت بالشخصي، أثرت عدة مواضيع هلا، هيدي المواضيع لهلا ما بيعتبرها مشكل الوزير كرامي، ما بيطرحها. اليوم نايب طويل عريض وعنده علاقاته وعنده اتصالاته، ليه ما طلب تحقيق بقصة الجهاز اللي عم يدعشن طرابلس مثلا؟ غيره في عندك فلول المستقبل، فلول المستقبل ما كل التسويق. بس مين الجهاز برأيك؟ يعني من أول حلقة عم تقول أي جهاز أصلا؟ هلا هني لما عملوا مؤتمر صحفي حكيوا على الأمن العام. خلينا نشوف، خلينا طلب تحقيق، خلينا ينحط حدود. الفريق الثالث فلول تيار المستقبل، طب لما كانت عم تنعمل هالتسويات الغير متكافئه ونحن كنا واقفين بوجهها كانوا عم بيسبونا انه حفاظ على الاستقرار. فلول تيار المستقبل نائب مصطفى علوش وغيره بعتقد لا لما يمكن استعملت كلمه غلط هي. يعني يلي كانوا بتيار المستقبل يعني ويلي اليوم السابق مصطفى علوش شو في عندهم طرح انقاذي للمدينه من فهمت؟ بس لحظه، بس نائب السابق مصطفى علوش مثلا تم ابعاده لانه كان صوت اخر كان يحمل هذه المشاكل، مشاكل طرابلس. رغم ابعاده حتى ابعد بداخل المستقبل بمرحله معينه. رغم ابعاده عم بعطيكي مثل اليوم وين اني